هذه المبادئ ثبات الأخلاق، أن الله جل جلاله حين أوجب على المسلمين الوفاء لم يوجبه على طائفة دون طائفة، حين أوجب على المسلمين العدل لم يوجبه على الحكام دون المحكومين، وحين أوجب الوفاء لم يوجبه على المظلومين دون الظالمين، وحين أوجب الأمانة لم يوجبها على الأغنياء دون الفقراء، وحين أوجب هكذا كل معاني الأخلاق هي واجبة على جميع المسلمين. سواء في الزمن الحاضر فوجئنا بإشكال عجيب خطير، هو أنك تجد الإنسان أمينا حال فقره، فإذا اغتنى سرق وضل، نتجد الإنسان نزيها عفيفا حين يكون فقيرا، فإذا أكرمه الله بالغنى فجر بكل أنواع الفجور التي يستطيع.